المخرج السينمائي الفلسطيني رشيد مشهراوي، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في الملكية للأفلام وفي عمان. سعيدين جدا بوجودك لعرض أحدث أفلامك استعادة ويوميات شارع جابرييل. طبعا هي بتحكي قصص ما بين يافا وباريس، وحابين اليوم نحكي بداية عن هاي العودة للأفلام الوثائقية بعد انقطاع عدد من السنوات. يعني أنا بالنسبة لي يمكن هاي أولا مناسبة أنه أشكر الهيئة الملكية على هاي الاستضافة وعرض هدول الفيلمين، لأنه هاي العروض اللي عم تصير حاليا للفيلمين بعمان هو العرض الثاني عالميا، لأنه الفيلمين سواء فيلم يوميات شارع جابرييل انعرض فقط بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالمسابقة، وفيلم استعادة انعرض فقط في مهرجان البحر الأحمر، وكله كان بآخر السنة اللي فاتت يعني بشهر 12. فعمليا الفيلمين يعني انجزوا منذ شهور فقط لا غير. يعني بس اذا بدك يعني احكي انا شوي عن بقصير عن الفيلمين، خليني ابدا من يوميات شارع جابرييل. يوميات شارع جابرييل هو فيلم عمليا وثائقي تجريبي مدته ساعة، صورته أنا في باريس بالحي اللي أنا متواجد فيه في باريس، لأنه أنا عادة متواجد بين رام الله وباريس. فلما صار الحجر أو الإغلاق اللي بنسميه ببداية الفيروس أنا كنت في باريس وبقيت في باريس وقتها. بصراحة الإغلاق اللي صار، اللي بالنسبة إلي أنا كسينمائي فلسطيني وكمواطن فلسطيني، لأنه أنا انولدت في غزة في مخيم لاجئين، هاي الأشياء أنه شرطة بالشوارع، المطارات تسكرت، حدود تسكرت، بدك تصاريح عشان تطلع، تفتيش، كل هاي الأشياء بالنسبة إلي صحت عندي كتير أماكن وكتير فيروسات أخرى إحنا عايشينها من سنوات كتير بفلسطين. فبدون أي تخطيط أنا لقيت حالي عم بصور، وبدون قرار أي قرار جاهز لقيت حالي عم بعمل الفيلم اللي عم بدخل فيه يوميات من باريس، من هاي الحياة اللي عم نعيشها، وبنفس الوقت عم تدخل ذاكرة من غزة ومن فلسطين ومن أفلامي اللي أنا عملتها بالسابق، كل هذا النسيج اللي عمل فيلم يوميات شارع جابرييل. فأنا كتير مبسوط بالعروض اللي هون، لأنه هاي فرصة كمان أنه أنا أشارك الناس اللي بيشوفوا الفيلم في هاي التجربة السينمائية أو في هاي المرحلة من حياتنا كلنا اللي هي غيرت وجه العالم كله، وكمان الناس تقدر تشوف حالها، لأنه كلنا تقريبا في كل العالم عشنا أشياء مشابهة، بس فلسطينيا شوي كانت من وجهة نظري أنا شوي كانت مختلفة، لأنه يعني بيقولوا لنا أنه كل العالم صار متساوي والإنسان صار إنسان بكل مكان، وأنه كلنا بنفس القارب، يا بننجو كلنا يا بنغرق كلنا. فأنا بتذكر أنه إحنا الفلسطينيين يعني ما إحنا أكثر من 70 سنة في قارب لحالنا، وكلهم كانوا يتفرجوا علينا، يعني لازم يصير كوارث كبرى في العالم عشان إحنا الفلسطينيين نتساوى مع الآخرين في شيء ما. هاي كانت شبه دوافع دخلتني بفيلم يوميات شارع جابرييل. أما سؤالك عن الفيلم الثاني اللي هو فيلم استعادة، فيلم استعادة هو تجربة سينمائية من نوع تاني. يعني كيف؟ أنا أساسا لاجئ أسرة أبوي وجدي مهجرين من مدينة فلسطينية معروفة جدا اسمها مدينة يافا، احنا من يافا لاجئين. لما انبنى كل هذا الكيان اللي هو اليهودي الصهيوني بمساعدة العالم اللي لاحقا سموه دولة إسرائيل، انبنى على مقولة لها بتقول انه أرض بلا شعب لا شعب بلا أرض، وكأنه إحنا فلسطين هي أرض بلا شعب. فيلم استعادة بيجي وبقول إنه لا يا جماعة، إحنا لازم نشكك في هاي الرواية ونقول إنه هاي مش فقط كانت أرض وشعب، لا، هذا كانت حضارة، كانت ثقافة، كان فيها صناعة، تجارة، مواسم، فن، ثقافة، رياضة، سينما، مسرح، مجلات، كانت حياة
تشبه الحياة بأرقى المدن بأوروبا. كان في أهم سينمات في العالم العربي كانوا في يافا. وهيك حبيت أنا أستعيد يافا، عشان هيك اسم الفيلم كمان استعادة. هذا كحكاية كموضوع، ولكن كتجربة سينمائية أنا اخترت الطريق الأصعب، بدل ما أروح على أرشيف وفيديو، لأنه فيلم استعادة بيبدأ تقريبا بسنوات 20 وبينتهي قبل 48 بالهجرة نفسها، هاي المرحلة اللي بيتعامل معها الفيلم. فعمليا أنا اخترت صور فوتوغرافية ثابتة عشان يكون عندي تجربة سينمائية أقدر أحط حياة في هاي الصور، من ناحية مؤثرات سينمائية، من ناحية الصوت، من ناحية الخدع، إنه أنت تقدر تسمع الأصوات تبعت الصور الثابتة، تحس الناس، تحس هاي الحياة، تحط فيها روح. وكمان من ناحية واحدة هذا بيعرف إنه الأرشيف عادة مش إشي يخزن بالمخازن ولا على رفوف ولا بالأدراج. الأرشيف كمان ممكن إنه يعاد إحياؤه ويستعمل ويساعد المستقبل، مش فقط إشي نتذكره ولا نبكي عليه ولا يكون عندنا نوستالجي يعني لا لا لا، هذا إشي ممكن يكون فعال ويخدم. ففي تجربة سينمائية حسب رأيي مهمة، ما عملتهاش أنا بأفلامي ولا بالسينما العربية ولا بالسينما، كانت يعني تجربة جديدة، طريقة التعامل مع الأرشيف بالطريقة اللي أنا تعاملت معها بفيلم استعادة. من اللافت جدا أنه يعني حضرتك اشتغلت على إخراج وإنتاج وتصوير ومونتاج فيلم يوميات شارع جابرييل، وكان بأقل التكاليف وباستخدام فقط كاميرا الهاتف. يعني هاي التجربة يعني مميزة وحابين نسمع عنها أكثر. يعني أولا بنقدر نقول الظروف المتاحة كانت أنه أنا كل ما أملك خلال هذا الحصار اللي أنا مسميه شبه منع تجول، كنت أملك الهاتف الجوال النقال تبعي أنا اللي هو عادي، حتى الشخصي عادي وبسيط وبدون برامج وتقنيات عالية، عادي اللي بستعمله زي أي مواطن عادي. أنا حبيت كمان أنه التوثيق يكون من الموبايل كقرار، وما بحثت عن كاميرا ولا حبيت أشوف مين ممكن يعطيني أو يأجرني أو أحصل أو أجيب رغم الإغلاقات، لا قلت خليها تكون التوجه السينمائي تبعها يوميات، وتكون كأنه أنا عم بعمل كتابة، ولكن كتابة سينمائية ولكن من خلال الهاتف النقال. طبعا أنا اللي كنت بصور لحالي، أنا اللي منتجت الفيلم، أنا سجلت الصوت تبع الفيلم على نفس الموبايل، أنا كنت أصور المشاهد من أفلامي أو من الذاكرة أو من فلسطين أصورها بالموبايل وأدخلها بالفيلم. وكانت عملية تفكير، تصوير، مونتاج، تسجيل اليوميات كله مع بعض، لأنه أنا كنت بعتقد أنه ما بنفع أنا أصور إشي اليوم وأسجل له صوت بعد شهر. حسيت أنه لازم اللي بصوره اليوم أسجل صوت إله اليوم عشان أكون بنفس الروح، بنفس الحس، عايش اللحظة نفسها. فكنت أسجل مباشرة. من ناحية تانية في كمان مقولة تانية بطريقة صنع فيلم بهاي الطريقة، لأنه أولا إذا بنحكي عن ميزانية ما في ميزانية، ميزانية بنقدر نقول صفر، يعني مش في أفلام بيقولوا عنها low budget إنه ميزانية منخفضة، هذا no budget يعني لا ميزانية الفيلم هذا. كمان بوجه رسالة لأنه لآخرين من اللي عندهم هم سينمائي وهم إنساني وهم وطني، إنه إذا أنت كنت سينمائي أو عندك تفكير سينمائي وعندك إشي تقوله بتقدر تعمل فيلم. مش دايما اللي بيعمل فيلم حجم الإنتاج ولا حجم الميزانية ولا حجم الطواقم والإمكانيات. وانت بتحكي مع سينمائي اللي هو أنا بأفلام السابقة كان عندي أفلام كانوا يبعتوا لي أجهزة بالبواخر مع سيارات ملانة أجهزة عبر الموانئ، لما كنت يعني مثلا أحد أفلامي اسمه حيفا مثلا أنا كنت أستأجر أوتيل كامل للطاقم. يعني فمش هذا الموضوع أنه أنت بدك إمكانيات كبرى عشان تعمل الفيلم، لا، هذا كمان لازم يشجع ويحفز آخرين أنه
انت بتقدر، لانه نفس الفيلم اللي انا صورته بالهاتف النقال تبعي اللي هو يوميات شارع جبريل اللي بنحكي عنه، هو افتتاح مهرجانات مختلفة. هو كان بمسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي مهرجان مصنف A1 زيه زي مهرجان كان وبرلين وفينيس. الفيلم هيكون عنده ومبرمج كتير عروض في مهرجانات كبرى عربية وعالمية، بغض النظر عن تقنيا انه تصور بأني آلة اللي هي الموبايل، نظرة للفيلم بقيمته الفنية السينمائية وبالموضوع اللي مطروح وطريقة تناول الموضوع سينمائيا. طيب، وبالحديث رشيد عن هذا طريقة التفكير بالسينما، يعني انت شاركت معنا مثلا في الهيئة في عدد من ورشات العمل التدريبية في صناعة الأفلام، ما هو النهج الذي تعتمده في مثل هاي التدريبات؟ يعني اولا لا بدي اقول اشي كمان بهمني، انه انا بحب انقل هاي التجربة السينمائية للاخرين. انا بحب موضوع التدريب، بحب اللي عندهم احلام من السينما او بدهم يكونوا سينمائيين او بدهم يعملوا افلام، بحب انهم يقدروا يحققوا احلامهم، يحكوا حكاياتهم بغض النظر عن جنسياتهم. يعني ممكن يكونوا فلسطينيين، اردنيين، مصريين، مغاربة، اوروبيين، مش مشكلة بالنسبة لي. بالنسبة لي هدول مواطنين عالم السينما، هدول هم اصدقائي وحبايبي وزملائي، وانا بحب اشتغل معهم وانقلهم تجربتي من ناحية. من ناحية تانية، انا ما بعتقد كمان انه السينما تدرس بمفهوم انه حدا يعلم حدا كيف يعمل افلام، يعني يعطيه الوصفة واذا هداك حفظها معناته هداك وصل وبقدر هلا يفصل افلام لانه اتعلم. بعتبر انه تعليم السينما مش هيك. الطريقة اللي انا اكتر بتبعها انه انا بقدر احببهم بالسينما، اوكي، انا بقدر اشاركهم تجربتي انا كيف، يعني من ناحية طريقتي بصنع الأفلام وأفلامي، بس أنا بقدر أساعدهم إنهم هم يعملوا أفلامهم هم كيف هم حابين يشوفوا الصورة، لأنهم مش أنا، هم مختلفين من ناحية وين انولدوا، شو بحبوا، شو الألوان اللي بحبوها، شو الإيقاع تبعهم، شو المواضيع اللي بحبوا يتناولوها، شو الأشياء اللي وين اهتماماتهم. يعني كان لك تجربة في تدريب مجموعة من الشباب في جنوب الأردن مثلا؟ طبيعي، طبعا. فأنا بهمني أول أنه أشتغل أنا مع الشباب والصبايا هدول بعيدا أول عن السينما، على أساس أنه يقدروا يتعرفوا على نفسهم، يقدروا يكونوا صادقين، يقدروا يكونوا صريحين، يكونوا اجتماعيين، يكونوا جريئين بالتعبير عن النفس، يكونوا اجتماعيين ويحبوا الحياة، يكونوا عندهم إشي كمان بدهم يقولوه. بحب أوضح كل هاي الأمور، أقويها، أنميها جواتهم، على أساس أنه لما بدهم يعملوا فيلم يقدروا يقولوا شيء، يقدروا يكونوا صادقين بالطرح تبعهم. لأنه إذا السينما هي جاي في منطقة الحلم، أنا ما بقدرش أعلم حدا يحلم. يعني السينما بالنسبة لي حب، حب كبير، فبقدرش أعلم حدا كمان يحب. هاي الأشياء لازم يكون عنده، بس أنا بقدر أقول إنه اللي بده يعمل سينما لازم يكون يعتبر إنه الرجل والمرأة بشر متساويين وعايشين، ولازم يحترم أخته ويحترم أمه ويحترم زوجته ويحبها كمان، عشان يكون عنده شركاء في الحياة، عشان يقدر يقول إشي للمجتمع. لأنه إذا في، نعتبر رجل مثلا، رجل جاي ذكوري وبيعتبر حاله هو مميز أكثر من المرأة وهو اللي لازم كلمته اللي تمشي، هذا ما بقدرش يعمل سينما، مش هيكون عنده إشي يقوله للآخرين. فأنا بشتغل معهم خارج السينما، أنت حب مرتك، تعامل معها بطريقة متساوية، شاركها، اعملها شريك معك، انت اللي هتكسب في الحياة، انت هتكون حياتك اجمل. انت لما بتعزل حالك
ككاتيجوري يعني كإطار انه انت خسران كتير عمليا، خسران هاي الشراكة وهاي الصداقة وهذا الدعم وهذا الحب وهذا التعامل. اذا انت كنت في المنطقة هاي بتقدر تعمل افلام، بتقدر تخاطب مجتمع، بتقدر تطور تنمي تنقل تجربة. اما اذا انت فقط بدك تتعلم سينما كيف تعمل سينما ومش مؤهل بالحياة ومعلوماتك العامة وبت شخصيتك انك انت تقدر تكون نموذج صح للمستقبل، مش يعني مش حيفيدك اذا قلت لك الكاميرا كيف بتشتغل ولا المونتاج كيف بيشتغل ولا هيك بيركبوا صوت ولا هيك بيركبوا موسيقى ولا هيك بيعملوا اون يعني بيشغلوا الكاميرا او هيك بيطفوها او هذه كلها بتيجي بعدين حسب رايي. جميل جدا، شكرا لك رشيد مشهراوي على هذا الحوار الممتع، وسعيدين مره اخرى بوجودك معنا في عمان. اشكرك جدا، وعن جد بشكر اهتمامكم وبشكر الهيئه، وهذا يسعدني انا كمان. شكرا.